انطلاق أعمال اللجنة المصرية الإثيوبية المشتركة بأديس أبابا. ثلاثة مصابين في غمرة وستة آخرون من رجال الجيش في ضربات إرهابية. استئناف محاكمات مرسي وقيادة الإخوان في قضايا الاتحادية ومكتب الإرشاد وسرقة سيارات البث التلفزيوني. نشرة الأخبار من النهار اليوم، مرحبا بكم. انطلقت اليوم بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا أعمال الدورة الخامسة للجنة المصرية الإثيوبية المشتركة على مستوى كبار المسؤولين، فيما تتواصل على المستوى الوزاري بعد غد الاثنين. تعقد اجتماعات أديس أبابا بناء على اتفاق بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي هايلا مريم ديسالين على هامش القمة الإفريقية والتي استضافتها غينيا الاستوائية في شهر يونيو الماضي، وذلك بهدف تعزيز العلاقات الثنائية. من المتوقع أن يشهد الشق وزاري للاجتماعات توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرة التفاهم في عدة مجالات. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف سيادة السفير بدر عبد العاطي المتحدث باسم وزارة الخارجية. بداية سيادة السفير، نريد أن نتعرف على المزيد من الموضوعات المطروحة للمناقشة ومجالات التعاون. بالفعل بدأت اليوم أعمال الدورة الخامسة للجنة المصرية الإثيوبية المشتركة، وهي اللجنة المعنية بتطوير العلاقات الثنائية في مختلف القطاعات والمجالات التي تهم البلدين. اللجنة عقدت اليوم على مستوى كبار المسؤولين، وكان في أكثر من 20 مسؤول مصري ممثلين في هذا الاجتماع يمثلون كل الوزارات والأجهزة المصرية المعنية، إن كانت وزارات الخارجية والتجارة والصناعة والكهرباء والصحة والتعليم والثقافة والتعليم العالي وغيرها، بالإضافة إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان والهيئة العامة للاستثمار. اللجنة معنية ببحث تطوير التعاون الثنائي في مجالات التعاون المختلفة. لا ننسى أن مصر دولة لها استثمارات ضخمة في إثيوبيا تربو على 8 مليار دولار، ومن ثم هناك علاقات اقتصادية تجارية استثمارية بين البلدين. اجتماع اليوم والغد على مستوى كبار المسؤولين يهدف إلى التحضير الجيد للاجتماع الوزاري المقرر يوم الاثنين القادم، ويعني هيتم بطبيعة الحال التوقيع على مجموعة من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون المشتركة، كما سيتم مراجعة ما تم تنفيذه من اتفاقيات سبق التوقيع عليها. قطاعات التعاون في مجالات الاتصالات والصحة تأتي على رأس قطاعات التعاون التي ستشهد دفعة في الفترة القادمة. السيد وزير الخارجية سيجري مباحثات فور وصوله إلى العاصمة أديس أبابا مع وزير الخارجية الإثيوبي باكر الأحد للتحضير للاجتماع الوزاري بين البلدين، كما سيعقد باكر أيضا اجتماع هام لمنتدى الأعمال يشارك فيه أكثر من 60 من رجال الأعمال المصريين يمثلون 50 شركة لديها استثمارات وتعاملات تجارية مع الجانب الأثيوبي. هذه الدورة تحظى بأهمية كبيرة باعتبار أنها الأولى من نوعها بعد لقاء القمة بين الرئيس سيسي ورئيس وزراء إثيوبيا في ملعبه بغينيا الاستوائية، والتي يعني أسست لمرحلة جديدة في العلاقات وروح جديدة هي روح ملعبه التي تستهدف تحقيق المكاسب لمصر وإثيوبيا، تعظيم المكاسب لشعبي البلدين الشقيقين ودون الإضرار بمصالح أي طرف. سيادة السفير، تعزيز العلاقات الثنائية من المؤكد أنها من الأمور الهامة جدا وخاصة في مجالات مختلفة، لكن ألن يطرح موضوع سد النهضة خلال هذه التفاهمات؟ يعني كما تعلمين حضرتك، موضوع سد النهضة والأمن المائي يعني مطروح بكثافة في الإطار الفني. كان في لجنة وزارية فنية اجتمعت في القاهرة منذ عدة أيام
حضرها وزراء الموارد المائية في كل من مصر وإثيوبيا والسودان، وبهدف الاتفاق على الإجراءات الخاصة باختيار الشركة الاستشارية التي ستتولى مهمة تقييم مشروع سد النهضة وانعكاساته البيئية والإيكولوجية وعلى كميات المياه ومعاملات الأمان الخاصة بمشروع السد. ويعني بطبيعة الحال يعني سيتم تناول هذا الأمر خلال لقاء السيد الوزير سامح شكري مع نظيره الإثيوبي باكر الأحد، من منطلق ما تم الانتفاق عليه، خاصة فيما يتعلق بمبدأ تحقيق المكاسب للجميع. مصر تقر وتسلم بحق إثيوبيا في التنمية، وإثيوبيا تقر وتسلم بحقوق مصر المائية وعدم الإضرار بها. هذه هي القاعدة التي تحكم التعاون. أما فيما يتعلق باجتماعات اللجنة المشتركة يوم الاثنين الدورة الخامسة، فستخصص للتعاون في القطاعات التي ذكرتها. هناك قطاعات التعليم، الصحة، الثقافة، الموضوعات وقضايا المرأة، موضوعات الاستثمار، التجارة، الصناعة، كل هذه المجالات التي تعود بالنفع على شعبي البلدين سيتم مناقشتها بشكل مسهب والتوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات الجاهزة للتوقيع ومراجعة تنفيذ ما سبق الاتفاق عليه. نعم، بإذن الله. سيادة السفير بدر عبد العاطي المتحدث باسم وزارة الخارجية، شكرا جزيلا لك. أفاد مراسل النهار اليوم أن 3 أشخاص أصيبوا بشظايا إثر انفجار عبوة محلية الصنع أسفل كوبري غمرة. وقال مصدر أمني أن عمال النظافة اشتبهوا في جسم غريب أثناء تنظيف المنطقة أسفل كوبري، وقد قام خبراء المفرقعات بتمشيط المنطقة للتأكد من خلوها من أي متفجرات أخرى. مراسل النهار اليوم أفادنا أيضا نقلا عن مصادر أمنية أن صيادين قتلا برصاص مسلحين، فيما أصيب 2 آخران في هجوم مسلح تعرض له مركبهم أثناء قيامهما بالصيد داخل بحيرة البردويل بشمال سيناء. قالت مديرية أمن بورسعيد في بيان لها إن الصيادين قتلا بطلق ناري بالرقبة والرأس، فيما تلقى المصابان طلقا ناريا في قدميهما. أضافت المديرية أن قائد المركب اضطر إلى الهرب من مكان حدوث الواقعة بنطاق محافظة شمال سيناء إلى ميناء الصيد ببورسعيد للتصرف وإسعاف المصابين.